باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. هذه المسائل نادرة الوقوع، مفهوم؟ فبدأ يأتيك بالنوادر الآن. المفقود فقد، وننظر أين فقد، في بلد يغلب عليه السلامة أو يغلب عليه الهلاك. مثلا فقد الشيخ ساعد في الكويت، الكويت الحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى يديم على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان. فقد في بلد يغلب فيه السلامة، ننتظر. الزوجة تأتي وتقول أعطوني التركة وأبغى أروح أتزوج وانتظر لمتى ساعد. نقول له اسمع يا رجل، ساعد عندما فقد كم كان لديه من العمر؟ كم؟ 40. طيب نشوف أقران سائد، فلان وفلان وفلان، إذا ماتوا معناه مات سائد. أحمد رحمه الله يقول ننتظر به حتى يبلغ 90، يعني تنتظر الزوجة كم؟ 50 سنة. 50 سنة مشكلة. وبعضهم قال 70 وبعضهم قال. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا نرجع فيه للقضاء. إذن هذا شغل من؟ قضاء ما لنا علاقة. نأخذ المسألة ونقدمها للقضاء. حكموا على سائد أن توفي اليوم، يكتب صك القاضي أنه في هذا اليوم حكمنا أن سائد توفي، تعتد الزوجة اليوم، تنتهي العدة وقسم التركة وانتهى الأمر. خلاص هذا يغلب فيه إيش؟ السلامة بلد. الثاني يغلب فيه الهلاك، يعطوه 4 سنين يغلب فيه الهلاك. فين كان؟ قال والله كان في غزة وقت الضربة، ضربة الدولة الصهيونية مثلا. طيب إذا يغلب هنا الهلاك نعطيه 4 سنوات، مفهوم؟ نعم. أنت موت وما عليك، إحنا نقسم، لا عليك، بعد عمر طويل في طاعة الله. نعم. قال رحمه الله وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل. الخنثى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول عندنا خنثى بين، هناك فرق بين الخنثى ونسأل العافية السلام المخنث. الخنثى يعني خلقته كذا، لكن الخنثى عندنا إذا كان بين هذا لا إشكال. أكثر شيء يمي صفات الرجال فهو رجل، صفات الإناث أنثى. لكن أشكل علينا ما استطعنا أن نصنف هذا لا ضمن الذكور ولا ضمن الإناث، أصبح خنثى مشكلة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الأيام يعني الطب تطور، ندخل هذا على من؟ على الأطباء، وهم يحددوا ذكر أو أنثى، مفهوم؟ نعم. طيب الخنثى المشكل هل نورثه على أنه ذكر أو نورثه على أنه أنثى؟ نعم. قال رحمه الله وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه عملا. نعم. الحمل مات بعد عمر طويل في طاعة الله الشيخ سائد والزوجة حامل. طب ما نستطيع نقسم التركة، لماذا؟ لأنه ممكن ميت، لأن الزوجة الآن تتمنى أن يخرج الحمل ميت حتى تأخذ إيش؟ الربع، تمام؟ ولو كان ذكر أخذ الباقي، ولو كان أنثى أخذت النصف، ولو كان ذكرين أنثيين الثلثين. المسألة فيها إشكال عندنا، فقال لا تقسم، أو قسم على اليقين، تحسب أكبر تقدير للحمل وتوقف النصيب الحمل والباقي تقسم على إن أصر الورثة، مفهوم؟ جاءت المرأة إلى القاضي قالت مات زوجي، مات بعلي وتركني حاملا، إن جئت به ميتا فلي التركة. سبحان الله، تأخذ تركة كاملة. تقول القاضي تقول لو ميت الحمل أخذ تركة كاملة، وإذا ذكر لي الثمن، وإذا أنثى لي النصف. من أنا؟ تقول أنا زوجي ما تبعني، زوجي عائشة معتقة، هي معتقة، زوجة ومعتقة، صح؟ إذا جاء ذكر حجبها عن العتق، صح؟ أي نعم. وإذا أنثى أخذت النصف، نعم. وإذا مات الحمل أخذت كل التركة، الثمن فرضا والباقي تعصيب، لا الربع ميت، الربع فرضا والباقي تعصيب، نعم.